اهلا بيكم معانا من الفاصل، ونرحب بالدكتوره شيرين عامر، طبيبه اسره، استشاري الامراض المهنيه والبيئيه والسلوكيه وطب الاسره. اهلا بيكي، اهلا بيكي يا ستي. اهلا بيكي، منوراني. انا مبسوطه اني معاكي. انا كمان جدا. الحقيقه احنا النهارده عايزين نتكلم على موضوع مهم، وهو الجفاف وشرب الميه. نفهم بقى يعني ايه شرب ميه، يعني ايه نوصل لجفاف، نقسمها بالفئات العمريه، نلاحظ ايه السيمتومز اللي بنشوفها على البيبي مثلا، او على المراحل العمريه، نخلي بالنا منها. اتفضلي. بصي، هي الموضوع اللي انتي بتتكلمي فيه ده على قد ما هو حاجة بسيطة جدا، على قد ما انه تأثيره في منتهى الخطورة، بيصل لمراحل في مشاكل صحية عالية جدا. شرب المية، انتي عندك جسمك اصلا طبيعي 60% منه مية، فبالتالي هو ليه نسبة لازم ياخدها يوميا. لو ما اخدهاش يوميا هيبدأ الوظائف الحيوية بتاعت الاعضاء والاجهزة في الجسم يحصل فيها خلل شوية بشوية. مش هتحسي الكلام ده فجأة، لكن هتحسي طول ما مدى انه الهابتس بتاعتك او العادات بتاعتك في شرب المية انها مش موجودة، في مرحلة من المراحل هتفاجئي بيه بداية وجود الاعراض بقى اللي هي الجفاف بكل يعني التداعيات بتاعتها او التدهورات بتاعتها او ايا كان. المشكلة في انه انك تتعودي انه ازاي ان احنا نعرف محتاجين قد ايه كل بالذات مرحلة. عند الطفل، يعني الرضيع ما نبقاش عارفين نديله ميه ولا لا، لبن كفايه؟ طب نعرف ازاي هو عطشان ولا لا؟ بصي هقول لحضرتك حاجه، الفتره بتاعت الاطفال في اول 6 شهور، والمدارس اللي هي المدارس دي مختلفه بالنسبه للجمعيات العالميه للاطفال والحديثي الولاده، ان في اول 4 شهور بيبقى هي بس الرضاعه الطبيعيه اللبن، ويبدا بعد كده يدخل الاكل، والاكل بيتم ان احنا يعني بنفضل الاكل اللي بيحتوي على مكونات مائيه اكتر، وطبعا الست اللي عارفين في الحته دي بالنسبه للمشاهدين. يعني زي في الكوسه مدارس مثلا. بالظبط، في بقى المرحله اللي هو ل6 شهور ويبداوا يدوا الاكل. الفتره دي بتاعت 4 شهور او ل6 شهور بيبقى المتعارف عليه ان الطفل طالما ما بيزمزقش وما بيقريفش وما عندوش اي اعراض مرضيه هو كده شبعان. فهو العلامات بتاعته ان هو شبعان ومرتوي، لانك مش هتقدري تدخلي له ميه في الفتره دي طالما ما بداتيلوش الاكل، ان هو ما بيزمزقش، ما بيقريفش، ما يعني مش بيتعبش. المفروض يخش له ميه قبل 6 شهور او قبل 4 شهور؟ ما انا بقول لحضرتك احنا كل سنه في تعديل في الجمعيات الدوليه لطب الاطفال، طب احيانا البيبي بتبقى ذنبه ايه اول في 4 شهور. التعديلات دي؟ البيبي ذنبه ايه؟ هي الفكره بالنسبه لنا حاجه، ان احنا ما يظهرش علينا علامات فيها مشكله للطفل. يعني انت الطفل لما يبدا يبقى انت ماكلاه او راضع كويس قوي او شارب اللبن بتاعه حتى لو كان لبن طبيعي، وبعدين تبصي تلاقي انه بقى مش طبيعي، ما بينامش، بيقرف على طول، مش في حيويته، دي مرحله من المراحل انه ممكن يكون هو ناقص شرب، ناقص رضاعه. لو الطفل بدا انه يحصل له اسهال مثلا وما بيتعوضش ليه برضه بالرضاعه في الفتره الاولانيه، دي مراحل، ساعتها بيبدا يحصل الجفاف، بيبدا يحصل يعني مايلد اللي هي المرحله البسيطه، المرحله المتوسطه، الى ان تصل للمرحله اللي هي السيفير اللي هي المرحله العاليه. المرحله الاولانيه زي ما انا اقول لحضرتك هو ما بينامش ومقريف، لكن كل بقيه وظيفه كويسه، يعني بيتحرك، بيصحى يلعب شويه بس بيقريف اكتر. بتيجي على المرحله المتوسطه، لا، ضربات القلب بتبدا تزيد، بتبصي تلاقي انه مش بيشبع، بتبداي تشوفي انه كل ما بيبطل رضاعه، يعني مامته تخلص الرضعه بتاعته، لا عايز. ده بيبقى مصاحب ليه انه هو بدا يحصل له حراره، وده بيحصل نتيجه انه ممكن يكون حاصل له اسهال، او عدد مرات اخراج البراز عنده بقت عاليه اعلى من ان الام عارفه الليمت بتاعها الصحي. الى ان تصل المرحله انك بتفاجئي ان الطفل بدات عينيه تغطس، بيتقال عليها سانكن ايز، والجلد بتاعه بتيجي تلمسيه كده بتلاقيه انه ما بيرجعش بسهوله، بيعمل لك علامه كده. وعلى فكره علامه الجلد دي مع جميع الاعمار، لكن هي مع الطفل واضحه جدا. ليه؟ ومن العلامات الاساسيه لان هو حجمه صغير، السيرفيس اريا بتاع الجلد سهل ان انت تطلعي منه الفايندنجز بتاعته وتبان عليه العلامات لما يكون في نقص السوائل. ده للاسف بيبقى لازم يدخل المستشفى فورا. مرحلتين الاولانيتين بتقدري انك تديله محلول معالجه الجفاف مع زياده الرضاعه. فهي من البدايه الام لو اخذتها كونسبت هتبصي تلاقي جه يدخل للمدرسه، فتره المدرسه والتدريبات مش هيبدا يحس بقى بالمشاكل بتاعه، لا انا مش عايز اشرب الميه. احنا عندنا في مصر هنا الثقافه بتاعه لما اعطش اشرب. خليتيني والله عايزه اشرب ميه.
حسيتني عطشانة جدا فجأة مش قادرة كملي. ما عندناش الثقافة بتاعت الإزازة تبقى موجودة معانا ونشرب. طيب ابنك ده بقى مش بيذاكر، مش بيروح تدريبات، بينزل المدرسة الصبح بغض النظر عن مرحلة الكورونا اللي احنا فيها، تمام؟ ولو ان مرحلة الكورونا دي في شرب المية ليها موضوع تاني مهم جدا، لان من اهم الحاجات اللي بنعملها للوقاية علشان الكورونا ان لازم نسبة معدل شرب السوائل يبقى عالي، لانه هو بيستغل الجسم اللي عنده جفاف او نقص سوائل. فخليها دي بقى كده على جنب. مرحلة ان هو ابتديت داخل ابلع. طب يلحق ويجيب مية. المرحلة بتاعت المدرسة والتينيجر بتبدأي تلاحظي انه الولاد لو مش متعودين على ده بتيجي الام تشتكي من انه مثلا ابنها عنده صداع، همدان، ما بيلعبش كالعادة، التمرين ما بيعرفش يكمله. بنبدأ نفكر في امراض، مع ان انت الف به تفكري فيها وشرب مية ولا لا. وبعدين شرب المية مش انه النهاردة شرب مية ولا لا، هو احنا بنشرب مية قد ايه كل يوم على مدى الايام؟ يعني انت ما تقوليليش احنا متعودين ما بنشربش غير لما بنعطش، وبعدين هو بدا يجي له همدان فانت تقولي ده النهارده نشرب شرب لتر. لا، هي تراكم. الخلايا بتقعد تصبر علينا تصبر علينا، ربنا سبحانه وتعالى خالقها انها تتحمل 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 لغايه ما توصل لمرحله وتقوم تديكي العلامه اللي هو لا كفايه بقى، اللي هو صداع، صداع، ضغط واطي، جلده يبدا يبقى ناشف، عارفه بتطلع فيه العلامات البيضاء لما تيجي يعني حتى بتبان عليها او تشققات شفايف تبقى كده بيضاء. الشفايف، برافو عليكي انها تبقى كده. او بينام كتير مش قادر يقوم، ده مش متعارف عليه مع طفل في المرحله بتاعت مثلا 8 9 10 سنين لغايه 13 14 سنه اللي هي مرحله حيويه عاليه. يعني لسه ما دخلناش في مرحله البلوغ نوعا ما اللي هي نقدر نقول في متغيرات هرمونيه بتتعب. فعلامات سهل جدا انك بدل ما تدوخي على الدكاتره، لان اول حاجه الواحد بيقول على طول صداع، يبقى عنده مشكله نظر. بالظبط، عنده مشكله نظر. بصي مش هستبعد دي طبعا، احنا بيبقى في عندنا النظر وممكن مشكله انف واذن وحنجره وممكن الموضوع اكتر، بس واتس كومن از كومن. يعني نبدا بالبدايه، هو بيشرب وبياكل كويس؟ دايما اللي بيشرب وبياكل كويس ده صعب ان انت تلاقي تاثر مرضي على جسمه نتيجه الاكل والشرب، ساعتها هتلاقيه ده مرض. يعني المشكله هتلاقي ان في حاجه، الاطفال دايما صعب تتحكمي فيها، يعني بمعنى صعب تفرضي عليهم ان هم ياكلوا صح او صعب ان هم يشربوا صح، تلاقيهم على طول يجروا على العصاير، على المشروبات الغازيه، وعلى الحاجات المقرمشات المليانه ملح والحاجات دي. فده عشق، يعني عشق ده ترند. المقرمشات، ايوه البطاطس اللي عليها مش عايزه اقول اسامي، بس دي كلها يعني بتعمل ملح عالي جدا في الجسم، مع المشروبات اللي هي فيها فيز، صح، الصودا، دي كلها برضو بتعلي الأملاح في الجسم. هقول لحضرتك حاجة، بلاش نقول ان هو شرب المية فقط علشان الناس بس ما تزهقش والأطفال ما تزهقش، خليلي مجمل السوائل اللي بياخدها الطفل في اليوم. يعني لما نيجي نقول مثلا على حسب وزنه وحسب سنه، ودي ليها بيبقى ليها حسابات صحيح ما بتبقاش الدقيقة 100%، بس يعني بقى المتعارف عليه مثلا دوليا يقول لك الرول بتاعت 8 باي 8، يعني 8 في 8، 8 كوبايات في اليوم مثلا، ده لو وزن من فوق ال 50 55. فلما تيجي بتنزلي عن كده بتنزلي على حسب كل مرحلة او الايكويشن انها بتتعمل. في ناس فعلا بتقولي انا ما بحبش المية ما بطقهاش. دي طيب حقيقة. انا على الاقل ايه الحل بقى مع الناس؟ انا على الاقل يبقى عندي 600 مللي ل 800 مللي ميه. يعني انا لو المعدل اللي محتاجه اشربه 2 لتر، فيبقى على الاقل 600 مللي ل 800 مللي ميه، اللي هي الازازه الصغيره اللي هي دي تكفي 600 في مللي. اليوم؟ ما انت هتكملي سوائل بقى، ايه بقى؟ هتكملي عصير، هتكملي شوربه، هتكملي الزبادي. على فكره ده بيحتسب من السوائل، يعني احنا حتى العيانين اللي في المستشفى لما نيجي نظبط السوائل بتاعتهم بنحسب الجلي والزبادي من مكونات الميه السوائل. حلو ده. الاكل او الفاكهه اللي بتحتوي على الميه، الشمام والبطيخ والحاجات دي كلها، او يعني الخضار زي او الكوسه الخضار. برضو اللي ابتديت بالظبط، بيها الحلقه النهارده. الفكره انك تدخلي في يومه اللي يكفي لي الميه بالمعدل ده عشان اضمن انه ما يتعرضش للجفاف. بحسبها وبشوفها على حسب اذا كان هو كمان بيلعب رياضه ولا لا، لانه لما هيجي يلعب رياضه هو غصب عنه لازم هيعطش ويشرب ميه، فانا مطمنه ان وقت لعب الرياضه انا وفر له بس الميه. لكن ما دون ذلك لو هو بيغلبني نحط عصاير، نحط سوائل تانية ننوع فيها، ما بيبقاش فيها اي مشكله بالنسبه للمرحله دي. تمام. طيب احنا تمام كده، احنا هنروح لفاصل
وبعد الفاصل انا بس عشان الناس لو عندها اي سؤال بخصوص، احنا هنكمل لسه المراحل العمرية، هنتكلم عن سن المراهقة لان برضو سن المراهقة يعني يعتبر برضو الجامعة وكده برضو بياخدوا وقت في بره البيت، وان هما بيذاكروا وتأثير المذاكرة والكلام ده كله اكيد بيأثر عليهم جدا جدا، وبرضو تلاقي برضو ان هما بيحبوا مثلا حتة ان هما يشربوا قهوة او يشربوا عشان صح. يفوقوا والكلام ده كله والمنبهات. هنتكلم في حتة مهمة جدا جدا، هو ان المنبهات دي مش من الحاجات اللي فعلا بتساعد على الارتواء او ما تحسبش من المية، صح كده؟ فيها قولان. فيها قولان، عشان كده في حاجات كده مهمة لازم نفهمها كويس جدا. وبالنسبة برضو لكبار السن، ده كبار مهم السن جدا. كتير اعرف برضو ما بيحبوش يشربوا خالص خالص، يعني ممكن اليوم كله يبقى كوباية المية دي قدامهم ده ومش حقيقي. عايزين ان هم يشربوها بالعافية. صح. ببقى مستغربة بصراحة ان هم وصلوا السن ده ازاي ومش بيستحملوا يشربوا كوباية تعود، مية. عشان ما تعودوش طول حياتهم، مش هتلاقيه فجأة بقى كده. ما انا بقولك دي مايند سيت او تعود. انا ما تعودتش من بدري، فبالتالي انا هوصل لمرحلة انه وانا بكبر، لا ما هو ده الطبيعي، ما انا جسمي هيبدأ يتعود انه ما بياخدش غير شوية دول. ده بجد يعني ايوه الجسم فعلا ممكن يتعود ان هو ما ياخدش غير شوية مية؟ طب اكيد عنده اعراض جانبية، يعني ده اكيد في بيبقى عنده حاجة. أعراض جانبية وعنده حاجات تانية، ونبدأ بقى نعمل جولة مع الدكاترة في حاجات تانية لتخصصات تانية. بس هقول لك إنه في حاجة دايماً بيشتكوا منها، أنا لو شربت مية هدخل الحمام. ما هي الفكرة ليه؟ لأن الجسم اتعود إنه يشبع بحوالي 300 مللي وما يشربش أكتر من كده. لما تبدأي تيجي تعملي الكوركشن، فهو كل ما يزيد عن ال 300 بيخرجه بدري بره، سوري بيخرجه بره الجسم في اليورين. فانت دلوقتي بتاخدي الموضوع تعود، عشان ابدا اخلي الجسم يرجع يستفيد معاه شويه بشويه، لازم هتتحمل معايا شويه ان الجسم يرجع يتعود معاك انه ياخد مره 300، هيستفيد من 400، هيستفيد من 500، لغايه لما نكبر كده ونعلى لغايه ما نوصل لتر ونص واللترين، تبقى انت بتشرب ما بتطلعش غير القدر الطبيعي. أنا أول مرة أسمع المعلومة دي، إن شفتي؟ الجسم بيتعود واحدة واحدة على الكميات. بتعوديه وانت كده بتتعبيه. ما انا زي ما انا بقول لحضرتك، ربنا سبحانه وتعالى مدينا ملكه ان كل خليه في الجسم عمرها ما هتقف غير بنهايه العمر. فانت طول العمر هو شغال، بس الكفاءه هي اللي بتتدهور. فانت مقدار تركيزك مثلا هيبدا يقل، هتبداي انت تحطي الموضوع ده لسبب ايه؟ عندي مشاكل كتير، عندي مشاغل، اصل النهارده ما نمتش كويس. لا، هو انت تشربيش ميه كويس، بكره هتبصي تلاقي التركيز اقل، المود مش مظبط، هتبصي تلاقي انك بتهمدي. كلنا بدون استثناء بنبدا نحط الاعذار دي لحاجات تانية، مع ان الاولى ان انا ابص للميه. طبعا انا ما بستثنيش اي حاجه من الحاجات التانية، بس اللي انا عايزه اقوله ان التعود من بدري على ان الخليه بتاعتك تبقى اوريدي مصحصحه كده وعارفه مبطبطه زي ما بيتقال كده، يعني واخده الميه بتاعتها كافيه، بيخلي انه نسب التدهور او نسب المشاكل الصحية اقل بكتير على مدى العمر. طيب هنطلع فاصل عشان لازم اشرب بصراحة، مش قادرة يا جماعة، لازم اشرب. هنروح فاصل ونرجع نكمل مع بعض. اهلا بيكم من الفاصل. معلش يا جماعة طلعنا فاصل عشان كنت عطشانة جدا، واضح ان عندي مادام وصلت لمرحلة العطش بالشكل ده وحاساه، اظن يا دكتورة ده معناه الارم، يعني جسمي وصل لمرحلة وصلتي. وحشة جدا. انتي وصلتي يعني. انا مش عارف، اصل معنى الواحد يبقى عطشان قوي ده معناه كارثه، ده معنى الجسم يعني في حاله نقص ميه فظيعه، ان الجسم يحس بالعطش، انتوا متخيلين؟ فانا ازاي وصلت للمرحله دي مش فاهمه. خلي بال حضرتك، انتي في شغل وفي اضاءه، والاضاءه دي هيت، معدل التبخير اللي بيحصل غير العرق، يعني معدل التبخير اللي بيطلع من على الجلد عندنا ده في الصيف بيوصل من 500 ل 700 مللي رقم، وفي الشتاء من 250 ل 500، اللي هو كده احنا يوميا يعني قرب ما النص، عملناش حاجه حوالي نص لتر في اليوم عرق. في الصيف. طب لو جينا بقى دخلنا في الاكسرسايز والناس بدأت بتعمل رياضه، على حسب يعني الوان اور، الساعه الواحده ممكن تخليكي تفقدي من 500 مللي ل 2 لتر يا نهار عرق ابيض. بتبخير. يعني بصي انت قد ايه بقى محتاجه انك تبقي معوضه، ومحتاجه تبقي متعوده انك بتشربي،
عشان كده احلى احساس لما الواحد يرجع من الجيم ويطلع على الميزان، الله 2 كيلو ناقصين مره واحده، بالظبط. عاده ما حصلتش، وهي ميه اصلا الواحد يشربها صح في ثانيه صح رجعت. صح صح الناس بتبقى مثلت بالموضوع ده انها تفتكر انها خست، هي الفكرة ان لا، هي المية، احنا الحساسين مش بالظبط. بده. طيب عايزين نخش بقى في حته نفهم قصه الطلبه اللي في الجامعه وشرب الكافيه كتير والشاي، فهميني بقى تاني كنت بتقولي، لان انا بصراحه في دراستي هو ان القهوه والشاي الكوبايه اللي بنشربها من هنا كان احنا ما شربناهاش بتنزل على طول لان الكافيين بيطرد الميه. اشرحي لنا بقى الابحاث الجديده بتقول ايه. بصي، مادة الكافيين بتساعد انها تعمل ادرار للبول، خلاص هو ده اللي متعرف عليه. كان قبل كده المعروف بانه الفترة الكمية اللي بتتشرب من الكافيين سواء شاي او قهوة بتخلي نسبة ادرار البول عالية، فبتطلع نفس الكمية اللي دخلت. الدراسات الجديدة بتقول لك انه هو لو انا زي ما احنا كنا بنتكلم قبل كده انه في ناس ما بتحبش تشرب المية، طب ما انا هعوضها بقية السوائل ازاي؟ لا، انا ممكن ادخل لهم الشاي وادخل لهم القهوه، ولكن بقدر، هي بتعمل نسبه اضرار للبول صحيح، ولكن هي ما بتعملش كتير، يعني النسبه مش نسبه ان واحده بتساوي واحده قصادها، لا، لكن هي بتعمل اضرار للبول، فهي بتديني مع الاملاح اللي اوريدي بتبقى اترسبت جوايا او مع بقيه الحاجات اللي انا ممكن اكون باخدها برضو بتسبب اضرار للبول، يقوم مزود خروج الميه. علشان كده احنا بنقول انه شرب الكافيين، الكافي يعني القهوه كقهوه والشاي، ما تقباش بكم زياده، يعني فنجانين قهوه في اليوم ده كويس قوي، لكن علشان ان انا اخد زي ما بعض مثلا بعض الطلبه افاجئ بانه 5 6 7 مجات قهوه، لا، احنا بنخش كده في مشكله تانية خالص، دي مشكلة طرد كالسيوم بقى نبقى ونشط ده في شويه عظام حاجات تانية والبي بالظبط. اتش بيتلخبط، لا، الحمض ونلعب في ضربات بيعلى القلب وحاجات من دي يعني. وحاجات كتيرة جدا. بس ما يعتمدش على القهوة انها مشروب. لا لا تمام، لا يبقى لا احنا لا، متفقين في دي الحتة من دي. ضمن الحاجات اللي ممكن تدخل معايا، ولو استخدمتها هيتحسب مع ال2 3 لتر اللي احنا اوريدي محتاجينهم يوميا، طيب كويس، حلو، يعني مش وحش. كوبايتين اللي بنشربهم دول يحسبوا ميه. حلو، طيب خلينا نكمل. تنصحي ايه لطلبة الجامعة اللي عايزة تذاكر وتركز كويس بصي، الجلوبال وورمينج اللي حصل في الفترات السنوات الاخرانيه، خصوصا احنا في بلدنا بقت نسبه الحراره عاليه، ونسبه يعني دخول الشتاء عندنا بتحسي انه بيتاخر والصيف بيطول وحاجات من دي وخلل درجات الحراره، لازم نبدا نتعود من دلوقتي على شرب الميه، ولازم نعرف ان احنا علشان نخلي الوظائف الحيويه بتاعه المخ بالدرجه الاولى والتركيز والقلب سليمه، يبقى انا لازم نسبه شرب الميه كبدايه تبقى عندي. ليه؟ انا موجوده بره في المحاضرات او في السكاشن في المواصلات، مجهود التفكير، التفكير ده في حد ذاته ده طاقه وبتحرق، في بتتذكروا يا الجيم جماعة على فكرة، على فكرة يعني المعلومة دي معلش أقولها بالمرة، من الحاجات اللي بتساعد على الحرق كده مش التفكير بس، الضحك طلع بيساعد جدا على الحرق، تخيلوا يعني يقعدوا يضحكوا بدل ما ترقصوا، يقعدوا يضحكوا هتعرقوا قد كده، بجد فظيعة المعلومة دي. ما انتي يرقصوا فيعرقوا فتبدأ تقل نسبة المية فيشربوا، فده كويس. تمام. فلأنه أول أعراض هتبدأ تبان هبوط الضغط، بتبصي تلاقيه أصلا ضغطها واطي. كلمة ضغطها واطي دي أنا ما ينفعش يبقى ده عندي حاجة، أصل الطبيعي بتاعها ضغطها واطي، أيوه، ما هو أنا ما ظبطتوش من الأول، ضغطها واطي ليه؟ يا ما بناكلش كويس وبنشرب كويس، يا ما في عندي مشكلة. طيب احنا ما نبص بقى على طريقة التغذية، هنبص نلاقي لا، ما بنشربش سوائل كافية اللي بالقدر اللي الجسم عايزه. لو بدأنا من دلوقتي، احنا لما نيجي نوصل لمرحلة كبار السن اللي بيحصل فيها المشاكل الكبيرة، مش هأفاجأ بقى بالجد والجدة أو الأم والأب اللي على مراحل متقدمة بأنه هو مش قادر يشرب إلا كوباية مية في اليوم وهو ده اللي أو متعود عنده عليه. مشاكل كلى أو صح؟ عنده مشاكل المشاكل دي بتبدأ بول لك أو حتى من بدري، يعني أنت عندك شرب الميه، عشان برضو تبقي عارفه للمرحله دي، لان دي المرحله اللي بيبقوا بندور على الويت لوس وبندور على الجيم والحاجات دي وبتاع. انت عارفه انك لما تشربي كوبايتين ميه قبل الوجبه، يعني في ستاديز من مايو كلينك، انك لو شربتي بما يوازي من 400 ل 500 مللي كوبايتين ميه قبل كل وجبه على مدى 12 اسبوع، انت بتخسري اراوند 30% من وزنك. يعني حتى الستاندرد في اني انا عايزه اخس، انا ممكن من الميه، عشان تعرفي هي برضو الفايده عندي بتعمل ايه، مش مجرد بس ان انا بحافظ على الضغط واحمي نفسي من الامراض، انا بحافظ على وزني حتى ايفن.
طبعا ده بروفايدد ان انا باخد الاكل هيلثي او كويس او اكل متوازن، يعني مش الاكل اللي هو الجانك والحاجات دي. صح، هي شرب الميه بتساعد على رفع الحرق. بالظبط. وبالذات كمان لو ميه فيها تلج، لان الجسم بيحارب عشان يدفي نفسه فيطلع تاني، فبيحرق سعرات اكتر. بالظبط. فكل ده بيحفظ من انه انا ما يجيليش نوبات، ان انا يجيلي اغماءات مثلا او هبوط في الضغط او عدم تركيز او صداع او التهاب في مجرى البول، لان انت احيانا كتير التهابات المسالك البوليه بتبقى نتيجه التركيز بتاع اليورين البول، نتيجه انك ما بيتشربش ميه كويس، فده بينفايت البكتيريا. تبصي تلاقي ان يعني احنا من اول حاجات لما بيبدا في الاعراض بتاعه حرقان البول بنقول ايه؟ اشرب ميه كتير، اشرب سوائل كتير، ضخ ضخ للكلى. فدي فيما يخص حتى المرحلة يعرفها ازاي؟ التحديد. كل واحد يشوف البول بتاعه لونه ايه، لقيته لونه غير الاصفر فاتح برافو عليكي، صح، قرب الشفاف، اعرفوا ان انتوا داخلين في ايه، في عطش او نقص ميه في في الجسم. كل مشكلة. ما تصفر تغمق 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 كل ما تبقى كارثه. معانا تليفون. الو الو يا الو، قطع. طيب خلينا نكمل. طيب نخش بقى في حتة بقى الحوامل وقصة المية معاها، احكي لنا. مشكلة الحوامل ان هم متخيلين ان البيبي ده هو متأثر بيهم، لو هو مش هيتأثر بيهم هياخد حقه تالت ومتلت. يعني اكلتي ما اكلتيش، شربتي ما شربتيش، بنسبة كبيرة هو هياخد حقه تالت ومتلت من كل حاجة، املاح ومعادن ومية وبتاع وكل حاجة. بمعنى ان هو بيسحب من السورس. يعني انت مثلا قعدتي اول 3 شهور ولا 4 شهور عماله ترجعي بس ما بتاكليش اصلا، البيبي بياخد من اساس مخزون جسمك. بالظبط، هو ده اللي بيحصل، ان البيبي هيبدا ياخد من اللي انت بتاخديه. طيب انت بدا اللي داخل قليل، هيبدا ياخد من اللي مخزون عندك وهيسحب وهيسحب، انت اللي هتبداي تتاثري وتتعبي. ولو وصلتي لمراحل عليا في المشاكل الصحيه هيبدا يتاثر عليه. طب في الحاله دي انت بتبصي تلاقي الام عندها مشاكل مثلا في الدوره الدمويه، الحامل معروف انها ممكن يجي لها نسبه التجلط تبقى عاليه لو ما كانتش انها متابعه في الحته دي، نتيجه الضغط على الشرايين والاورده اللي هي بسبب كبر الرحم والحاجات دي. طيب ما هو انا محتاجه الفلويدز، محتاجه السوائل علشان اخلي الدوره الدمويه شغاله دايما بنشاط وشغاله بطريقه صحيه، محتاجه الفلويدز علشان العضلات نفسها ما تبقاش ناشفه، تبقى يعني مبطبطه طريه وهي بتشتغل يبقى في حيويه، عشان الصحة بتاعت الأم نفسها يبقى فيها حيوية. مجرى البول دايما حوامل كتير جدا بيجي لهم إصابات بأن هما التهابات في المسالك البولية أو التهاب في مجرى البول، نقص شرب المية بيزود الموضوع بزيادة. طيب ما هو إحنا عايزين صحة البيبي وصحة الأم، لأنك أنت هتولد الأم هتخشي على الرضاعة على طول، هو برضو هياخد حقه تالت ومتلت، لكن ده أنت لو الرضاعة بالذات بقى من 3 ل 6 لتر، صح؟ بالظبط. 3 بالظبط. ل 6 لتر، دول عايزين تعزايز قدامكم كده. ده يعني ده انت بتتكلمي مش متوسط، وبعدين احسبي بقى الوزن بتاع الام ولا هالبيبي ولا توأم ولا ايه، يعني انت كل حاجه وليها المرحله بتاعتها. لكن هي الفكره انت هتلاقي نفسك طالعه من الحمل تعبانه، داخله على ميشن تانية اكبر بكتير من الحمل، بتستنزف منك اكتر. المرحله دي هي من المراحل اللي بتوقع صحه الام جدا، اللي هي بتبقى طالعه تعبانه ومش معوضه وداخله على الرضاعه. طيب وبعدين؟ وده من الحاجات اللي بنخلي يعني بنلاحظ فيها ان اضرار اللبن في الام، بيقول لك يعني واحده مثلا تيجي تقول لك ده قليل ما بيشبعش البيبي، ما احنا ما ظبطناش من بدري. بس يعني بجد معلومات جميلة جدا جدا، بس انا حابة ارجع لسه لحتة كبار السن. كبار السن ايه الاعراض اللي بيشوفوها غير الكلى والمثانة وحرقان المثانة؟ انا عايزه اقول لحضرتك انه ما تستغربيش ان انا بشوف حالات بتجيلي على المستشفى، نحولها على المستشفى، اضطراب في الوعي، اشتباه في جلطه رسمي، يعني اللسان اتعوج شويه، درجه الوعي انتهت، او بقى ياه، فيها هلوسينيشنز بس عشان نقص ميه؟ ونفاجئ. بصي احنا بناخد الحاله
ونبدا بقى نعمل الفحوصات. انت عارفه يعني احنا في طب الاسره لازم اعمل الفحوصات المبدئيه سريعا علشان احدد بالظبط ايه الاعراض اللي موجوده، وبالتالي استدعي ليها الفريق الطبي اللي هيتعمل، يعني دكتور مخ واعصاب ولا قلب، ولا مخ واعصاب وقلب وكلى. فبنيجي بنفاجئ كتير جدا ان الموضوع عباره عن جفاف، مجرد ما نعلق المحاليل بيبدا يفوق. طبعا احنا بنعمل فحوصات ايه المخ بقى والرنين والسي تي والحاجات دي يخش كلها في وبتاع، قصة خش في كبيرة. قصه تانية. ما انت لازم تلحقي لان انت بتسابقي الزمن، تفاجئي ان كل ده نتائج طبيعيه. تبداي تشوفي بقى وظائف الكلى والكبد، وتبداي تشوفي مكونات الجسم من الاملاح، تلاقي وظائف الكلى والكبد عاليه نتيجه الجفاف، وتبداي تشوفي انه ده الحاله دي هي حاله نتيجه جفاف حاد، نبدا نعلق المحاليل يبدا يفوق. هو داخلي باعراض جلطه، دي بشوفها كتير جدا صيف وشتاء بالنسبه لكبار السن. ليه؟ لانه الاهل بيبقوا خدوا على، وانا عارفه انا بعذر الاهل طبعا في حاجات كتير، انه كل ما مراحل العمر بتتقدم كل ما بيبقى صعب انك تجبري الفرد الكبير عندك في البيت على حاجه، لان زي هم الصغير الحساسيه يعني، بتبقى صعب تجبري الصغير، صعب تجبري هم يبقوا الكبير، عاملين زي الاطفال. الكبار بيرجعوا تاني صغيرين. اكزاكتلي، هم بيرجعوا زي الصغيرين، وفي نفس الوقت دول الكبار بتوعنا، فانت هتقدري تجبريه ازاي؟ انت هتحاولي تحاولي بس في نفس الوقت ده الكبير. هو ده نتيجه ان احنا ما شربناش من بدري. عشان كده انا برجع وبنادي وبقول ايه، نبدا من الاول يتعود من هو صغير، هيوصل للمراحل دي متعود. لكن احنا لما نيجي نوصل مثلا انه بقالنا شهر شهرين، طب بنشرب معدل ميه قد ايه؟ يقولوا لي كوبايه. طب ما هو بيصفي، ما هي الكلى بتطلع يورين يوميا، انت الكلى هتقعد شغاله وبتطلع لك البول اللي بيخرج بالسموم من الجسم يوميا. هو بيخرج من هنا وما فيش عندك داخل يعوض، هتبدا الخلايا تنشف 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 لغايه ما توصل اول حاجه تاثر فيها على المخ وتهبط لك الضغط. يوم الدم ما يوصلش للمخ كويس، لما يوصلش الدم للمخ كويس احنا بندخل في اعراض جلطه. انا ما عنديش جلطه فعليه، انا عندي جفاف. طب لو ده استمر مده اطول، الكلى ليها قدره تتحملها، بعد كده هتعمل مشكلة وتعمل حاجة اسمها شت داون، اللي هو يبقى مريض كلى مزمن، يعني تبقى وظائف الكلى بصفة مستمرة عالية، اللي بيها ان انت هتضطري بقى تعالجي الكلى من المشاكل اللي هي فيها. الموضوع سهل جدا، انا اول ما الاقي حد من الكبار عندي في البيت بدأ يحصل اضطراب في الوعي، قيس ضغط، قيس سكر، واعمل تحليل دم يبقى فيه وظائف الكلى كاملة، هتعرف ان الموضوع ممكن يبقى ألف عبارة عن مية بس، سوائل مش اكتر. طب هل في مشروبات بديله للميه للناس عامه اللي ما بتحبش الميه، زي مثلا ينسون؟ يعني لو اليانسون مثلا اتعمل كده ازازه كده ومتحليه بشويه عسل مثلا، او هل تجوز كمشروب؟ اي سوائل تتحط، المهم انها ما تبقاش لا بروسيست ولا تبقى من الحاجات اللي هي الصودا والحاجات يعني اللي مش هي حاجات مشروبات مصنعة ومش حاجات مصنعة في علب يعني بالظبط. عامة. يعني ينسون، نعناع، بردقوش، مورينجا، وريفر، انت لو مش ما هي دي عباره عن ميه وانت حاطه عليها العشب ده، انا ما عنديش مشكله في الكلام ده كله، نوع. تعرفي بره بقى بيعملوا ايه؟ في ألمانيا بالذات بيعملوا حاجة اسمها أبفل شالة، يعني بيجيبوا عصير التفاح البيور مثلا اللي هو نقي، والنقي نقي تمام، بيبقى معصور نقي، وبيحطوا كملوا عليه يعني لو حاطين تلت كوباية تلتين مية خلاص ويشربوها. دايما تطلب دي دايما في صحية اي جدا. مكان بره، عمرهم يشربوا عصير كده، قليل قوي لما يشربوا عصير كده، لا دايما تلت عصير عليه وعصير مش بسكر طازة وعليه تلتين مية، اسمه دايما شعلة. في منه بقى انواع فاكهة مش ابل شعلة بس، ممكن اي هو فخت شعلة بيحافظ تانية. بالطريقه دي، بيحافظ على ان كميه السوائل بيبقى داخل فيها ميه اكتر، هو برضو هو بيحافظ على صحته. انا عايز التيست بتاع التفاح بس احط عليها الميه علشان انا برضو امن ان انا دخول السوائل عندي بالظبط. يبقى متوازن. حضرتك نورتيني بجد، بشكرك جدا جدا على المعلومات. ميرسي ليكي، وميرسي على الموضوع اللي فعلا فعلا حيوي، وفعلا يعني احب انه يبقى موجود في كل بيت والناس تهتم بيه، ومن خلالك ده معناه انه هيدخل كل بيت ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا، ميرسي نورتيني، ليكي. شكرا.